ده السبويلر كنت قلت لكم عليه اعمله بتاع بس زي ما انتوا شايفين. بصوا بصوا يا جدعان، بص اه بص اهو بص بص اللي كنت بتقول مش هتعرف تعمله. بص 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 يا عم، انا عملت البتاع ده فايبر جلاس يا جدعان، كلفني بتاع 120 جنيه بالدوك وبالليلة دي كلها. انا كنت رايح عند عيل بتاع فايبر يعملهولي، كان بيشتغلني الصراحة. فده السبب ان انا دورت في الموضوع وعملته، يعني هعرضه عليكم الجزء التاني. الجزء الاولاني هحط لك اللينك بتاعه في الوصف تحت، يعني ايه اشترك معانا تحت واعمل لايك. اعمل لايك قبل ما تدخل، اعمل لايك عشان كده كده انت هتشوف البتاع ده اتعمل ازاي. اعمل لايك تحت واشترك معانا في القناة عشان خاطر انت لو عايز تتعلم، يعني مش عايز برضو اعمل وخد فكرة، يعني اشترك معانا وخد فكرة عشان محدش يشتغلك في الورش يعني. بس يا جدعان اعرض عليكم بقى البتاع ده اتعمل ازاي، ونتقابل بقى في اخر الفيديو. يلا بس يا جماعة، دلوقتي احنا جبنا المعجون. المعجون بيجي معاه علبة المعجون ومعاها مادة المصلب بتاعتها، بيبقى هو كيلو المعجون بمادة المصلب بتاعته انا جايبه ب45 جنيه، ودي سكاكين معجون برضو انا مشتريها، مشتري الطقم كله ب10 جنيه بس. فانت دلوقتي بتخلطهم على بعض علشان خاطر بتعمل الكمية اللي انت تعملها، بحيث انك انت ايه تخلطهم كويس، وبعد كده بتبتدي تمعجن على الشيء اللي انت هتعمله، وان كان العربية او الشيء الفايبر اللي انت عامله، بس بحيث ان السطح يبقى متساوي. التنك تمعجن، وبعد ما تمعجن بتجيب الصنفرة، بتبقى مشتريها برضو ب3 جنيه باين، اه جايبها ب3 جنيه بتصنفرها، وبعد ما تصنفرها تعيد عليها تاني، بيكون السطح ناعم، يعني الحتت اللي انت مثلا فلتت منك في الاول. وبعد كده بترشها. جايب انا ازازة الاسبري دي ب15 جنيه، انت تقدر تجيب اللون اللي انت عايزه طبعا، كل واحد يعني كل واحد وليه في تفكيره. انا جبت اللون ده عاجبني ويليق على شكل العربية اللي انا هحطه عليها السبويلر. انت ممكن تعمل سبويلر تاني مختلف بشكل مختلف خالص من الفايبر، برضو تعمل انت الاستامبا اللي انت عايزها. ولو محتاج تسألني عن اي حاجة اكتب كومنت تحت، وانا هفيدك يعني على قد ما اقدر، وعلى قد ما اقدر المعلومات اللي عندي اعرفك يعني الموضوع. احنا كده يا جماعة بعد ما معجناها خلاص بقى بنمعجن مثلا الحتة دي، خلاص المعجون اللي معانا كده خلص، فبنعمل بنخلط من تاني، بنخلط معجون تاني، اخلط على قدك على قد ما انت تقدر تشتغل عشان خاطر ما ينشفش. وادي ازازة الاسبري اللي احنا هنستخدمها، وادي علبة المعجون، الاتنين قدامنا اهم، وحاول على قد ما تقدر تخلط على قدك بحيث انك انت ايه المعجون ما يبوظش منك. ودي كنا معجناها وصنفرناها، فرجعنا نعيد عليها تاني
بس بحيث ان احنا ايه ما نسيبش اي فواصل او اي ايه او اي حتة، بحيث ان ما يبقاش شكلها وحش. وانت كده كده على علبة المعجون بيبقى مكتوب التعليمات ازاي تشتغل بيها اصلا، يعني بيبقى مكتوب ارشادات يعرفك ازاي تشتغل بالمعجون. زي ما انتوا شايفين احنا دلوقتي بنظبط الاسبوله كله والمعجون من فوق وكل حاجه، بحيث ان هو يبقى تمام ومظبوط كده، ما فيش اي حاجه. خلاص بنمعجنه كله، مثلا حته فلتت منك بتاع، ولو في مثلا حته في الفايبر مثلا كده مش عيب من الفايبر، انا اول مره اشتغل بيه فالموضوع صعب بالنسبه لي شويه، بس الحمد لله يعني عرفت اشتغل بيه. وبعد كده خلاص لازم تنضف السكينه على طول عشان خاطر بتنشف بس يا جماعة. ودي مرحلة الرش، بترش بإزازة الاسبريه، بتحاول تخلي ايدك بعيدة عن الاسبريه شوية، بعيد عن المكان اللي انت بترشه بالاسبريه. وزي ما انت شايف بتديك الدرجة اللي انت شايفها، إزازة الاسبريه دي ب15 جنيه، بدل ما تروح لواحد وياخد منك فلوس كتير. بس زي ما انت شايف اهو إزازة الاسبريه زي ما انت شايف كده بنرش بيها، وعادي يعني زيها زي الدوكو بالظبط. وبعد كده بتلمعه بالبوليش يعني. زي ما انت شايف المرحلة اللي احنا عاملينه بإيدينا وصل لها. بس يا جماعة تمام كده، دي المرحلة اللي الزبيلة وصلها. بس خلاص كده تمام. بس يا جدعان بعد ما خلصنا، لو انا غلطت في حاجة انا مش صنايعي، انا ماليش اول مرة اشتغل في حاجة زي كده يعني. فانت مثلا لو عندك فكرة ممكن يعني عندك وجهة نظر ممكن تفيدني، لو عجبك مثلا ممكن تعمله، ممكن تعمل شكل اللي يعجبك، انا بديك الفكرة بس عادي يعني. وبس اشترك تحت، ولو انت عايز تنزل فيديو ابعتهولي انزلهولك عادي يعني. احنا كل الفايدة ان احنا نفيد بعضينا عشان نعرف العربية بتتعدل ازاي وخلاص. بس يلا انزل اعمل لايك تحت واشترك، اعمل لايك، اعمل لايك.